السلام عليكم. أفاد رئيس المجلس العسكري ورشفانة عبد العالي الشيباني بتأجيل اجتماع كان من المسمع عقده أمس بين لجنة من ورشفانة ولجنة من الزاوية لبحث ملف فتح الطريق الساحلي، وذلك بناء على طلب لجنة الزاوية فترة زمنية للتشاور حول الشروط التي وضعتها لجنة ورشفانة بحسب قوله. وأشار رئيس المجلس العسكري ورشفانة إلى أنه سيتم مساء اليوم إغلاق الطريق الفرعي الماري بورشفانة والذي تستخدمه العائلات بدل الطريق الساحلي إلى حين الاتفاق بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة ذكر المجلس العسكري صبراتة مدن المنطقة الغربية بالاتفاقيات والعهود المبرمة بين المناطق المجاورة، وحذر المجلس من مغبة مد يد العون للخارجين عن القانون والمساعدة في إيوائهم. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من ورشفانة رئيس المجلس العسكري بورشفانة عبد العالي الشيباني، وعبر الهاتف من الزاوية منسق عام لجنة المفاوضات للمدن المتضررة البشتي الزحوف، وعبر الهاتف من صبراتة رئيس المجلس العسكري بصبراتة الطاهر الغرابلي. وأبدأ معك سيد الزحوف بالسؤال عن الأسباب التي دعتكم لتأجيل الاجتماع المتعلق بالترتيب لفتح الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخوة في القناة والأخوة المشاهدين وضيوفك الكرام. وعليكم السلام. طبيعي هو من حق أي طرف أن يلملم مستنداته، وخاصة عندما يسمع ببعض الشروط التي يجب التحاور فيها. لجنة 11 لها خلفية أخرى مع الأخوة الموجودين قادة سرايا داخل الزاوية، وكذلك اللجنة المشكلة من المدن المتضررة للتشاور في بعض النقاط التي طلبت من أخوتنا لجنة ورشفانة. ولكن هذا يفترض أن لا يعطي زمن طويل، لأن لست واحد أعضاء لجنة 11. لجنة 11 هي تجمع سرايا ثوار الزاوية، أعطي لها الإذن في التواصل مباشرة من قبل لجنة المدن المتضررة. وأعتقد أثناء كلمة المدن المتضررة هذه نبها تنتهي بانتهاء المفاوضات وتبدأ مع بعضنا كلنا كمان ورشفانة والمدن المتضررة. نحن نسمى المدن الداعمة لبناء الدولة بإذن الله، وهذا ما نترقبه ونتأمله خلال الأيام الجاية. بالنسبه لموضوع فتح الطريق، زي ما ذكر السيد عبد العالي الشيباني، هو هدف مهم جدا تحمله وزره اهلنا في ورشفانه من حيث عمليه التامين. ولكن نحن نؤكد باننا سنتعاون جميعا في حل هذه الاشكاليه. اذا كان هو راى المجلس العسكري ورشفانه بان تقفل الطريق المار عبر منطقه ورشفانه، فهذا الشان لا على طيب سناتي على هذه الجزئيه، ولكن مع التقدم في النقاش بشان الموضوع ابقى معي السيد زحوف وأنتقل إلى السيد عبد العالي وأسأل عن الشروط التي وضعتموها للبدء في مناقشة الترتيبات الخاصة بفتح الطريق الساحلي وتأمينها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونرحب بضيوفك الكرام. نعم. بالنسبة لشروط ورشفانة، شروط تعتبر شروط مشروعة وشروط لجبر الخواطر. أولا الاعتذار الرسمي لأهل ورشفانة، وهذا كان فيه اتفاق مسبق. إقرار مدة تعويض الانسحاب خارج الحدود الإدارية، عدم القبض على الهوية، تسهيل إجراءات المارة ما بين المدن والمناطق الغربية والشرقية، وهذه هي مطالبنا. ولكن طلبوا جيراننا في الزاوية أنهم حيتشاوروا مع حكماء وقادتهم باقي القادة، وهذا حق مشروع لهم ونحن ننتظر في الرد. وكان في هذه اللحظات اجتماع مع أحد مجموعة من القادة السرايا، وكانت نفس المتطلبات ونفس الشروط، وأخذوا فترة للتشاور والرجوع إلى حكمائهم ودراسة الجريدة الرسمية الخاصة بالحدود الإدارية لورشفانة. طيب عندما تتحدث عن اعتذار رسمي عبر وسائل الإعلام وأيضا مبدأ جبر الضرر، هل قدمتم آلية واضحة لإتمام هذين الشرطين؟ أولا من الاعتذار في وسائل الإعلام، يعني الاعتذار على فترة الاجتياح وفترة اللي قاموا بها بعض القوات اللي دخلت ورشفانة دمرت المنازل وحرقت المنازل ودمرت آبار المياه والمزارع ونقلت بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين ورشفانة. يعني في عدة حاجات درنا لها جدولة
وإقرار مبدأ التعويض، حتى هو أهل الزاوية يقروا كجبر لخواتها ورشفانة، وهذا حق مشروع ورشفانة. يعني ورشفانة منطقة منكوبة، وكرر ذلك في قرار رسمي من مجلس النواب أو البرلمان. طيب سيد الغرابلي، يعني بشكل عام كيف هي الأوضاع الأمنية الآن في المنطقة الغربية بالتزامن مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أحيي ضيوفك الكرام أستاذ خالد. الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية بصفة عامة تعتبر جيدة، ولكن قفل الطريق الساحلي هو ما يعكر صفو هذه الأجواء. الكل متأدي من قفل الطريق الساحلي، وخاصة يعني المنطقة الواقعة بين منطقة الزاوية ومنطقة 27 بصفة عامة. تأمين الطريق الساحلي مطلب لجميع الليبيين. الطريق الساحلي يمر منه سكان مدينة طرابلس الكبرى والمنطقة الشرقية بصفة عامة، وسكان المنطقة الغربية بصفة عامة. هذا الطريق شريان حيوي لا بد من تأمينه تأمين جيد، ولا بد من الاستفادة منه. طيب سنأتي على هذا الجانب وعذر المقاطعة سيد الغرابلي، ولكن قبل ذلك في الجانب الأمني، هل تخشون من انعكاسات أمنية ما في حال استمرار إغلاق الطريق على المنطقة عموما؟ بالتأكيد، يعني قفل الطريق الساحلي يتأذى منه الجميع. يعني الحالة الأمنية تزداد سوء كل لحظة نتيجة انقطاع شريان الحياة بين طرابلس والمنطقة الغربية. هناك يعني سيولة، هناك أدوية، هناك مستحقات، هناك كتب، هناك مواد غذائية، كلها تنقل عبر هذا الطريق. يعني الطريق يستفاد منه في جميع الحالات، سواء المدنية أو الإنسانية أو الأمنية بصفة عامة. يعني انقطعت سبل الحياة بين طرابلس العاصمة وبين المناطق الغربية بصفة عامة. يعني طيب سيد الزحوف، كيف ستتعاملون يعني بشكل محدد ومفصل إذا أمكن؟ ما هو التعامل مع الطلبات المقدمة من لجنة ورشفانة للبدء، يعني كشرط للبدء في الترتيب لفتح الطريق وتأمينه؟ نحن يجب أن نوضح للأخوة المشاهدين مدى حجم المسؤولية الآن التي تشتغل عن طريقها اللجنة المشكلة، سواء كان المدن أو حتى في موضوع خصوصي ما بين بعض المشاكل العالقة بين منطقة الزاوية ومنطقة ورشفانة. نحن نتكلم من حق لجنة ورشفانة والأخوة ورشفانة أن يطلبوا مطالبهم، ولكن هذه المطالب أن تكون في جلسة رسمية يتم التفاوض من شأنها. هم لديهم أعتقد قيادتنا 5 نقاط، اللي هي التعويض والانسحاب وعدم القبض وتسيير حركة الطريق. هذا طبعا الخمس مطالب الآن نحن موجودة بجعبتنا، لكن لا يتم الرد عنها إلا في جلسة رسمية. لدينا الأدلة الدامغة ولدينا حقوقنا الدفاعية، كما لدينا ايضا مطالبنا نحن ايضا في الناحيه الاخرى، ولديهم هم ايضا لنا حقوقهم الدفاعيه على ما سيتم تقديمه من طرف سواء منطقه الزاويه بصفه خاصه او مشكله اللي هي المدن بشكل عام. طيب عندما تقول جلسه رسميه، ما الذي تقصده بكلمه رسميه؟ اجتماع المقابله الرسميه. هذا انا احب ان انوه الى ان اليوم كان في وفد، والآن أنا خرجت الآن من الاجتماع، من في اتصالكم معي كنت في الاجتماع، كان في وفد ممثل عن مشايخ قبائل مناطق جميل وردلين وزلفن، جاءونا اليوم. هم أيضا زيارتهم ليخصنا في ورشفانة كانت في صلب أنها تحل المشاكل وتبدأ كلها المنطقة كلها عائلة واحدة، وكان الهدف هو عملية حل الطريق للمصاعب الإنسانية التي تعانيها المنطقة بشكل كامل. يعني هل نفهم من ذلك بأنك تقصد بالجلسة الرسمية أنه يجب أن يكون هناك حضور لأطراف محايدة ووسيطة، أم تقصد جلسة رسمية عبر أجهزة القضاء؟ لا 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 نتكلم عن الشأن الاجتماعي، أنا لا أتكلم على الأجهزة الرسمية تاع الدولة، نتكلم عن الشأن الاجتماعي، سواء كان لجنة الوساطة اللي موجودة أو لجنة الزنتان والرجبان والأصابع اللي كانت موجودة في السابق والآن هي أصلا موجودة حتى بزيارة اليوم الأخوة في المنطقة الغربية.
نتكلم على الاجتماع يكون يضم زي ما كان في الاصابع، لكن الاجتماع يكون على اسرع وقت، لان اخوتنا في المنطقه الغربيه سكان جميل ورجلين ونزلتهم هم اليوم كانوا في الزياره، وكان استقبالهم شكرا لها المشايخ والشفانه اللي كان عددهم يتجاوز 40 شخص، وهذا يدل على محاوله حل المشكله من جذورها، ونحن ايضا هذا ملتقانا وهذا اللي نسعى له. لكن بالنسبه زي ما ذكرت لك وزي ما ذكرت للاخ عبد العالي، رغم اني انا الحق يعني شخصيا لا اعرفه، ولكن اتمنى ان اكون في بيته. الخمس مطالب هذه نحن لو توفرت النية لدينا مطالب ولديه مطالب، إذا كان فعلا نبغى نكون عائلة واحدة كل المصاعب تذلل وكل المصاعب تحل ونقوم حلول لهذه المطالب سواء كان من طرفنا من طرفهم. طيب سيد عبد العالي، يعني إزاء وضع شروط للبدء في مناقشة الترتيبات، هناك خشية من أن تجلب هذه الشروط شروطا مقابلة وتعقد الوضع وبالتالي تؤخر إعادة فتح الطريق في ظل معاناة سكان المنطقة الغربية، يعني كلهم أثناء الوصول إلى طرابلس. والله يا أخي فيها بعضني بعض من الوقت نحكي لك قصة إنسانية. يعني إحنا طريق الساحلي نعانوا منها زي ما يعانوا منها أخوتنا في الزاوية وجميل وصبراتة وصرمان والمطرد والمناطق الغربية بالكامل. يعني بالأمس أو أول أمس يعني مرت علينا حالة إنسانية، حالة صحية صعبة يعني تدمى لها القلوب. يعني إنسان مريض ومركبين له إبرة التغذية في ذراعه والسيارة والطريق مكسرة، نشهد بالله أن هذا الموقف إنساني صعب. وإحنا الطريق ما نشرى دين أن تسكر الطريق، وشوف أنا ما هيش هي اللي سكرت الطريق، قفلت الطريق من جانب الزاوية. يعني لو الطريق قالت مفتوحة كانت الأمور عادية، لكن أنا نشوف في الطريق ومع احترام اللي بيبقى الكرام، وهذه وجهة نظري أنا وحسب ما وصلت لها، أن الطريق قفلت تحت ضغوطات سياسية فقط لا تعني في هذه الجزئية بالذات، وأعذر المقاطعة سيد الشيباني، في هذه الجزئية يعني المشكلة ليست إقفال الطريق فقط سيد الشيباني، المشكلة إقفال الطريق وأيضا تأمين الطريق، لأن هذه تضع المسؤولية يعني على الجميع ليس طرف واحد دون البقية. فتحنا بطرق فرعية من داخل ورشفانة وحطينا عليها شباب من ورشفانة بدون أي مقابل ساهرين على تأمين وراحة العائلات، ولكن هذا مع هذا توجد مشقة في السفر، توجد مشقة في السفر. يعني الطريق الساحلي من حب كل الليبيين يمر من الليبيين يمر من الورشفاني طرابلسي الزاوي جوزوري أي بلاد من حب كل الليبيين، هذا الطريق ما هيش ملك لورشفانة ولا ملك للزاوي، يجب أن نبعد هذا الطريق على منازعاتنا سواء كانت الشخصية ولا الاجتماعية ولا عدم اتفاق الجيران مع بعض. هذا الطريق تشمل كل الليبيين، ويجب ان الليبيين نوقفوا بكثافه واحنا ورشفانة حنعادوكم الليبيين، يعني حندلل الصعاب الى اكثر ما تصوروا اخوتنا الليبيين. احنا الطريق راهي مسببتنا ارق، مسببتنا قلق، يعني عندنا اصدقاء في المنطقه الغربيه ما يقدرش يوصل من طرابلس الا اني يامن اتصاله مع واحد ورشفاني، او كذلك الورشفاني ما يقدرش يمر المنطقه الغربيه. احنا نبغى نستاذ المرحله هذه بالكامل، الورش الثاني يمشي لراس الدير ما فيش حد يكلمه، اعطيني بطاقه هويتك لقيتها اسمك ورش الثاني اتفضل، بيني على حسب النيه، انا لقيت بطاقه هويتك زاويه اتفضل حتى ولو كان. وهذا تحديدا سيد الشيباني سبب السؤال، يعني واعذر المقاطعه مره اخرى، يعني طالما الضرر واقع على الجميع لماذا يتم تسبيق الشروط؟ لماذا لا يتم فتح الطريق وتأمينه ومن ثم معالجة القضايا العالقة؟ هذه شروط يا أخي، أول ما دخلنا تحت رعاية لجنة الزنتان، تحية للمجلس العسكري الزنتان والمجلس الاجتماعي وأعيان الرجبان والأصابع، لما أشرفت اللجنة على فك الاشتباك، أول ملف تم حلحلته هو ملف الأسرة والمفقودين والمقبوض على الهوية، والحمد لله تم على خير. طبعا خشينا في البند الثاني اللي هو بند الحدود الإدارية، وخشينا في بند الاعتذارات، هذه عندهم طلباتنا مسبقة قبل افتتاح الطريق الساحلي من أول لقاء، ويعتبر هذا اللقاء الخامس أو السادس. وكل ما نعطوهم طلباتنا يقولوا هنشاور ونعطي فيهم الفرصة للتشاور، والوفد اللي يرجع والوفد اللي يجينا ويطلب التشاور معاش يرجع مرة ثانية، يجينا وفد ثاني ونسأل الله أن ربي سهل الامور وان شاء الله تنفتح الطريق حتى لصالح المواطن الليبي، لان طيب معاناه المواطن الليبي اكثر من اختلافاتنا سواء قاده في الزاويه ولا بالشفان. طيب في هذه الجزئيه بالذات سيد الغرابي، وانت تحدثت عن الاضرار الواقعه على سكان المنطقه الغربيه جراء اقفال الطريق الساحلي،
ماذا عن استمرار إقفال الطريق إزاء وجود الآن شروط وربما بروز شروط أخرى في مواجهة هذه الشروط المطروحة وتعقيد الملف بشكل أكثر وبالتالي استمرار إقفال الطريق في هذه الحالة؟ ما الانعكاسات التي تخشون أن تقع على سكان المنطقة عموما؟ وفي الحقيقة يعني أنا أحيي هذا التقارب الموجود الآن بين أهالي الزاوية والشفانة، وأتمنى أن يكون التقارب بين وشفانة والمنطقة الغربية بصفة عامة، لأن هناك من تضرر في الطريق الساحلي ليس من الزاوية فقط. نحن نريد حماية للطريق الساحلي، وأنا أتمنى أن يعبر الوشفاني إلى رأس الجهة بأمن وأمان مثلما نريد أن يعبر أي شخص من المنطقة الغربية إلى طرابلس بأمن وأمان وبكامل مسؤولية أمنية. في الحقيقة يعني الوضع الأمني كل يوم يزداد سوء للأسف، يعني نتمنى أن يكون هناك تقارب حقيقي، وأتمنى أن تتوسع دائرة هذه المصالحة أن تضم جميع المنطقة الغربية وحتى المنطقة طرابلس، لأن هذه الطريق لابد أن تبقى مفتوحة ومؤمنة بصفة دائمة. طريق يمر منها المريض ويمر منها المسافر ويمر منها الصغير والكبير والمرأة والعجوز. الطريق وضعتنا في عدة أزمات في الحقيقة، يعني كل الأزمات التي وقعت على الطريق الساحلي سببها قطع الطريق والحرابة الموجودة. نتمنى أن تنقطع هذه الأزمات، ونتمنى أن يكون هناك حرص حقيقي على حماية الطريق وتأمينها. الكل نريد أن يشارك في تأمين هذه الطريق، والكل لابد أن يشارك في طريق التأمين الطريق الساحلي الممتد حتى يصل إلى رأس الدير. هناك بعض المشاكل في عدة مناطق، ولكن المشكلة الكبرى الآن هي قفل هذا الطريق، لابد أن يفتح، لأن الطريق شريان حيوي حقيقي تأدى للمواطن بصفة عامة في المنطقة الغربية. طيب سيد الزحوف، هل يمكن البحث عن دعنا نقول بدائل للتخفيف من معاناة المارين عبر المنطقة باتجاه طرابلس إلى حين حلحلة هذا الملف والتوافق بشأن فتح وتأمين الطريق الساحلي؟ هو طبيعي جدا، نحن ذكرنا حتى في المؤتمر الصحفي اليومين الماضيين بأن يجب إشكالية الطريق الساحلي أن تحل في ضمن هذا الأسبوع، وهي فقرة جيم من مراحل المفاوضات. وهذه الآن زي ما ذكر رئيس المجلس العسكري، كان في يفترض أن يكون في مقابلة يوم الأمس مع لجنة 11 من طرفنا والمجلس العسكري منهم، لكن إحنا في حلول إن شاء الله تكون في حينها. طبعا أنا أتمنى من خلال هذا اللقاء أن أسأل سؤال للشيخ السيد عبد لرئيس مجلس السيد عبد العالي الشيباني، يعني في كلامه أن الزاوية هي من قفلة الطريق بالنسبة لي ورشفانة، فاتحة طريق داخل ورشفانة والأمور سالكة، لكن للأسف أن في بنفهم إذا يقول أن الطريق لن تفتح إلا بعد تنفيذ الشروط التي قدمت. يعني إحنا مقفلة من جانب الزاوية أحيانا، ولن تفتح الطريق إلا بتنفيذ مطالب ورشفانة أحيانا أخرى. يعني إحنا بكرة نفتح الطريق على الكلام هذا، وممكن المجلس العسكري في ورشفانة يقبلها. نبغى توضيح إذا كان الكلام هذا بيكون موجود، يبقى ممكن فيها يعني خطط أخرى نكون نشتغلوا بها. يعني هم مش نديروا حلول للمواطن وللوضع الإنساني والوضع المأساوي في المناطق الغربية وحتى لأهلنا في طرابلس اللي عندهم ظروف العلاجية في تونس، ولكن وإذا ما يحكي السيد عبد العالي يعتبر أن الطريق مكسرة وظروف ما هيش مهيئة أنها تحمل عبء الطريق الساحلي بشكل رسمي على طريق الإمارة عند منطقة ورشفان. شكرا. سيد عبد العالي، أيضا قررتم إقفال الطريق الفرعي الذي كان متنفس لمرور العائلات نحو طرابلس عبر منطقة ورشفانة، ما هي بداية يعني في هذا الجانب، ما هي دواعي هذه الخطوة؟ أولا كانت فيه الفكرة وكان فيه الاتفاق، ولكن نظرا لوجود الحكماء والعقلاء داخل المجلس العسكري ورشفانة طبعا استبعدت هذه الفكرة، نظرا للعامل الإنساني اللي يعاني منه المواطن الليبي سواء كان في المنطقة الغربية أو في الشرقية. والفقرة هذه طبعا تم إزاحتها من هالبرنامج، حتبقى الطريق مفتوحة، وتم دعم البوابات اللي كانت ضعيفة تم دعمها بقوة جديدة المساء هذا اليوم، والحمد لله إن شاء الله الطريق حتبقى مفتوحة. وفي خلال المقابلة هذه وردت بعض المعلومات من داخل الاجتماع، حنحب نبشركم بها
أنها إن شاء الله في خلال بكرة أو يوم الثلاث إن شاء الله حتنتهي مشكلة الطريق الساحلي، وربي يوفق الليبيين إن شاء الله خود. ما هي هذه المعلومات التي على بنيت عليها هذه الاحتمالية سيد عبد العالي؟ هذه احتمالية أكيدة جدا جدا، وإن شاء الله إن شاء الله عندنا اجتماع يوم الثلاث، وإن شاء الله يكون اجتماع على فاتحة خير على الليبيين بالكامل وعلى مستخدمي هذه الطريق، ونتمنى لهم التوفيق والسلامة. ومن جانبنا احنا موفرين سرية قوامها 300 عسكري لحماية الطريق ومنتشرة. طيب في في قبل أن تتقدم في هذه الجزئية بشأن الاجتماع المزمع عقده، من هي الأطراف التي ستكون حاضرة في هذا الاجتماع؟ والله إن شاء الله حيتم إبلاغ حكماء والمجلس العيان الزاوية ومجلس الشورى أو حكماء الزاوية المتفق عليه، واللجنة حيتم إبلاغ اللجنة إن شاء الله، اللجنة المشرفة على ذلك اللي هي لجنة المجلس العسكري للزنتان والأصابع والرجبان. طيب أشار السيد الزحوف ربما إلى ما يمكن أن نسميه، سيد الشيباني سيد الزحوف أشار إلى ما يمكن تسميته بأنه الحاجة للمزيد من المصارحة والمكاشفة بشأن هذا الموضوع، حتى ربما يتبين ما إذا كان الأمر معقد وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لفتح الطريق الساحلي ليتم التعامل مع حلول بديلة أو مقترحات بديلة لرفع المعاناة عن السكان المنطقة الغربية. لماذا لا تشمل الدعوة كافة مدن المنطقة الغربية بدءا من رأس جدير وحتى ورشفانة؟ أكيد يعني. طيب بالنسبة لي نعم. بالنسبة يا سيدي الكريم الطريق حيتم افتتاحها، وهذه يعني أكيد معلومة جديدة من داخل المجتمع الحالي، وإن شاء الله يعني إن شاء الله حنبذل قصار جهدنا، حنوفر الأمن والأمان، وحنكون مسؤولين داخل قطاع ورشفانة، الطريق اللي تمر من ورشفانة من كوبري 19 لعند بوابة الزاوية. طيب ابقى معي سيد عبد العالي، وإذا أمكن أن توفر لنا معلومات أكثر أكثر تفصيل ودقة حول الطريق الساحلي. لو تسمح فقط يعني ابقى معي سأعود إليك قبل ختام الحلقة، ربما يمكن لك أن توفر معلومات أكثر تفصيل ودقة حول هذا الموضوع، موضوع قرب افتتاح أو فتح الطريق الساحلي رابط بين الزاوية وطرابلس عبر ورشفانة. سيد الغرابلي في جانب آخر بخصوص الحالة الأمنية في المنطقة الغربية، المجلس العسكري صبراتة حذر مدن المنطقة من خرق الاتفاقيات المبرمة بينها ومن إيواء العصابات الخارجة عن القانون بحسب بيان للمجلس. ما هي أسباب هذه التحذيرات في هذا التوقيت بالذات؟ خالد والإخوة المشاهدين، كلنا نعرف أن قد توقفت الأعمال القتالية في المنطقة الغربية بصفة عامة بوجود اتفاقات بين المدن بصفة عامة على عدم الاعتداء وعدم استعمال أراضي الغير للهجوم على المناطق. نحن في المدة الماضية تأذينا بوجود مجموعة نعتبرها خارجة على القانون دخلت إلى منطقة الطويلة ومنطقة العجلات وعاثت فيها فسادا، تضررت منها الطريق الساحلي بصفة عامة ومنشآت الحيوية في مليتا للنفط والغاز، واستطاعت قوات المنطقة الغربية بصفة عامة المجلس العسكري صبراتة والقوات المساندة للمنطقة الغربية بصفة عامة من تحرير منطقة العجلات والطويلة وفك الحصار عن الطريق الساحلي. تفاجأنا في اليومين الماضيين بهجوم من بعض العصابات المارقة ونحن نسميها، لأنها مجموعة من العصابات تتشكل من عدة مدن موجودة لها حاضنة اجتماعية في المنطقة الغربية بصفة عامة، يعني المناطق الحدودية في العسة ومناطق المتاخمة لها. هذه المناطق يعني تستعمل للتهريب وتستعمل لقطع الطريق. هذه المجموعات دخلت إلى منطقة العجلات ومنطقة الطويلة، ولكن الحمد لله أن قواتنا تقدمت عليها ولاذت بالفرار إلى منطقة جميل للأسف دخلت هذه المناطق. نحن لا نريد أن ندخل في صراع مع هذه المناطق لأن مدن عزيزة ومدن تربطنا بها علاقات جوار وعلاقات إنسانية ومصاهرات. نحن بالفعل يعني حذرنا هذه المناطق من إيواء هذه المجموعات في السابق، وأراضيهم الآن يعني وأولادهم يستعملوا الهجوم على منطقة صبراتة بصفة عامة ومنطقة العجلات. طيب.
نتمنى أن تزول هذه الأحقاد وهذه البهائم ويرجع وصلت الفكرة. ونكف الأذى عن مناطقنا بصفة عامة. سيد زحوف، يعني أخيرا قبل الختام، هل لمستم لدى الأطراف استعدادا لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الأزمة بين المنطقتين، تحديدا الزاوية والشفانة، وما ترتب عنها من معاناة للمارين من الطريق؟ أخي خالد والأخوة المشاهدين وكذلك ضيوف الكرام، إذا تكلمنا عن المفاوضات يجب أن تكون في تنازلات حتى تسير العملية، وهذا يجب أن نكون جميعا راضين به. بالنسبة لدعوة الاجتماع التي والحمد لله التي أتت الآن من رئيس المجلس العسكري، فهي دعوة مقبولة بشكل كبير إن شاء الله عندنا، وحتكون اللجنة وحيكون الأخوة زي ما ذكر السيد عبد العالي حيكونوا موجودين. حتكون نتمنى أن الاجتماع هذا يكون حقيقي ويكون فيه نتائج فعلية، خاصة أن الآن كل الأنظار وكلنا سواء كان في المنطقة الغربية ولا في الزاوية ولا في ورشفانة ولا حتى في الأخوة في الزنتان والجبل والمناطق. طيب، وصلت فكرة، أعتذر منك فقط لضيق الوقت. ختاما معك سيد الشباني في عجالة لو تسمح، هل هناك أي معلومات جديدة بخصوص موضوع فتح الطريق الساحلي خلال الأسبوع القادم في عجالة لو تسمح؟ بإذن الله ليس خلال الأسبوع القادم، ولكن الأسبوع هذا الذي نحن فيه في بدايته، وأنا أنضم صوتي للسيد رئيس مجلس خبراته، يجب أن الذين نكون متفاهمين ومتحابين. أشكرك، نتناسوا أحقادنا وبارك الله فيكم. أشكرك، هذه الكلمات ربما تكون خير ما نختم به هذه الحلقة. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من ورشفانة رئيس المجلس العسكري ورشفانة عبد العالي الشيباني، وعبر الهاتف من صبراتة رئيس المجلس العسكري صبراتة الطاهر الغرابلي، وعبر الهاتف من الزاوية منسق عام لجنة المفاوضات للمدن المتضررة البشتي الزحوف. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب متابعة هذه الحلقة. كنت معكم أنا خالد سعيد، إلى اللقاء في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله.